فعلا ومن الحب ما قتل. في أبراج كده في الحب بتلاقي عندها حب امتلاك شديد قوي. ممكن حد يقول لي ما كل الأبراج لما بتحب وكل الشخصيات بيبقى عندها حب امتلاك؟ ماشي يا عم، بس الموضوع بدرجات، زي ما كل النساء رومانسية ولكن بدرجات. بالظبط كده، وده اللي احنا هنشتغل عليه في حلقة النهاردة، ان احنا هنرتب كل الأبراج من المركز ال12، رجل أو امرأة للمركز الأول. وشطارتك بقى اللي بتسمعني تكتب لنا في التعليقات تتوقع برجك هيجي في المركز الكام، وحد أذكى شوية كالعادة يقول لنا يتوقع من المركز الأول، لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها. وخلي بالكم، الأبراج اللي عندها حب امتلاك قوي، يعني أبراج القمة في حلقة النهاردة، في أحيان كتيرة بيكون سبب في مشاكل في العلاقة العاطفية، بل أحيانا في إنهاء العلاقة العاطفية للأسف. عشان كده هندي نصيحة في الآخر إزاي تتعامل مع النوعيات دي من الأبراج، رجال ونساء. يلا بينا. مساء الخير، 3 ثواني كالعادة أرحب بيكم وأقول للجديد بس يعرفنا بنفسه في التعليقات عشان نرحب بيه أنا أو حد من عيلتي القدام. تعالوا بقى نبتدي في المركز ال12. حد توقع المتحرر جدا والمتفتح جدا، رجل او امرأة الدلو الهوائي، رجل او امرأة برج الدلو الهوائي. اذا قارناه ببقية الابراج واخواته من الابراج سواء الهوائيين او غير الهوائيين، هتلاقيه لوحده كده ده البرج الرايق. يعني برج الدلو ده احنا بنقول عليه البرج الرايق، دماغه في السحاب زي ما احنا بنقول. تلاقيه لذيذ قوي في النقطة دي وجميل قوي في النقطة دي ومتفتح جدا، وبرج الدلو ما يخنقش. يعني برج الدلو رجل او امرأة صعب ان يكون مشاكلك العاطفية معاه ان هو خانقك. اعلى منه في المركز ال11 برج الميزان، رغم ان برج الميزان بيدقق احيانا، ولكن اذا قارناه بغيره، وهي الموضوع كله مقارنة ببعضه، اذا قارناه بغيره من الابراج هتلاقيه ما عندوش حب امتلاك للدرجة القاتلة، للدرجة اللي هي تزهقك في عيشتك زي ما احنا بنقول، للدرجة اللي هي تخليك كل شوية تقول اوف. في كده في ابراج تخليك كل شوية تقول كده لانك بتحبها ومش عارف ازاي ترضيها، والموضوع زاد عن حده في التعامل معاها. في المركز ال10 عشان نقفل وننتهي من العائلة الهوائية كده تماما، برج الجوزاء الهوائي. لا دائما في المواضيع اللي زي دي ما بيتعبوناش الابراج الهوائي، ابراج رايقه وتحب كده وتقول لك يا عم محدش واخد منها حاجه والعمر سعاد وعيش حياتك، هنحب كل حاجه وعندنا حب امتلاك ولكن نخليه في المعقول عشان ما نخنقش الطرف الاخر فيخنقنا احنا كمان. فاهمين هي الفلسفه جايه منين؟ فاهمين السياسه جايه منين؟ نخش في الجد شويه وفي منطقه وسطى شويه عشان نلاقي برج العذراء مستنينا، هنصطدم بيه في المركز التاسع إلى حد ما. في بعض الأحيان تحس إن هو خنيق من كتر حب الامتلاك اللي عنده، وفي بعض الأحيان تحس إن هو مطنش ونسي تماما إن هو مرتبط. إذا برج العذراء يعتبر في منطقة وسطى إذا ما قارناه ببقية الأبراج. وكالعادة أنا بقول يا جماعة، إحنا ملناش أي صفحة على الفيسبوك غير محمد أبو زيد، أي حد تاني نصاب عشان ما يكونش بيتكلم باسمي يا ريت تعملوا إبلاغ وتلغوا الاشتراك، وكمان يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، محمد أبو زيد على اليوتيوب والفيسبوك. ولو شايفين الحلقة كالعادة مفيدة وممتعة دوسوا لايك عشان توصل لبقية أصدقائنا، العكس دوسوا ديسلايك وقولوا لي السبب، ما عنديش أي مشكلة. نخش في الجد شوية، إيه رأيكم؟ نخش في النار. انا بخاف من النار عامة رغم ان انا برج ناري. القوس الناري في المركز الثامن، يعني برضه في منطقة وسط. دائما تلاقي برج القوس رغم ان هو برج ناري متأثر بشكل كبير بالابراج الهوائية في كثير من فلسفته في الحب، ولا سيما الدلو والجوزاء. برج القوس ما يعتبرش من الابراج اللي عندها حب امتلاك قاتل او مزعج او عنيف او يخنقك او يزهقك، يعني الحال ماشي معاه. في حلقة النهاردة هنخش في الجد أكتر ونبدأ نحس بحب الامتلاك أكتر لما نلتقي ببرج الحوت المائي في المركز السابع. الحوت تحس منه بقى بشيء من هذا القبيل، لأن الحوت لما بيحب بيحب قوي قوي ويتمسك قوي قوي، والعاطفة بتقول كلمتها قوي، خلي بالك، وبتلاقي عنده ممكن حب امتلاك قوي. بس هو مش زي برج الاسد النار اللي بيجي في المركز السادس، يعني اعلى منه. الاسد اسد في كل حاجة وبما فيها الحب،
رجل الأسد وامرأة الأسد أشد، البرنسس في المواضيع اللي زي دي ما بتعرفش ياما ارحميني، ما تعرفش أمها ولا أبوها. هتحس بحب امتلاك شديد من أنثى برج الأسد، تحديدا إذا تعمقنا أكتر وحددنا وخصصنا أكتر. هتحس بكده أوي، بالذات لو حبيتك أوي، كل ما تحبك أوي كل ما هتبقى عايزة تمتلكك أوي لدرجة أصبحت زيادة عن اللزوم أوي. المركز السادس وبرج الأسد، بعد اللي احنا قلناه ده كله عنه ولسه ما دخلناش في الجد الجد، أو مقارنة باللي أعلى منه، فما بالكم باللي أعلى منه، ما بالكم بالمركز الخامس. حد يتوقع؟ السرطان المائي حاجز لنفسه المركز ده، مستنينا من بدري أوي، من أول ما بدينا في الحلقة مستعجل برج السرطان عايزنا نوصله. من الأبراج اللي عندها حب امتلاك قاتل، يطلق عليه وينطبق عليه مقولة ومن الحب ما قتل. زي ما احنا قلنا السرطان كده لما يحب اوي رجل، والمرأة اشد، هنا المرأة اشد في الاسد والسرطان. المرأة تجدها في المواضيع اللي زي دي شديدة تعلق اشبه بالجنون، وحب امتلاك اشبه بالهوس. السرطان كده تحب او تقبل، دي طباعه. هنخش في الجد اكتر واكتر، ما انا مش ما شاء الله اوي، ما انا في المركز الرابع. برج الحمل الناري في المركز الرابع، اي برج الحمل واللي تعاملوا معاهم، ولما يكون بيحبك بجد حط تحت دي مليون خط، هتشعر ان هو عنده حب امتلاك فظيع. دخلنا في الفظاعة بقى، برج الحمل فظيع في مثل هذه المواضيع، عنيف في مثل هذه المواضيع. انا كده، وانا مش عارف نفسي، بخلاف دراسة علم الفلك انا كده فظيع جدا، وحاولت بس فشلت، يعني حاولت ان انا اقلل الموضوع ده ما قدرتش، طبيعتي كده، ربنا خلقني كده، صفاتي، هعمل ايه؟ مش ذنبي. بس احنا برضو مش زي اللي في المركز الثالث، العقرب المائي. وما بالك بالعقرب المائي، وما ادراك ببرج العقرب. رجل وامرأة الاثنين على حد سواء، ويمكن الرجل هنا اشد، العكس بقى، لأن الأنثى يعني بتبقى ناعمة شوية، بتمشي الأمور شوية، الرجل هو كده، هو كده، حب امتلاك قاتل، ومن الحب ما قتل. يا برج العقرب خلي بالك، الطرف الآخر ممكن يكون في مرحلة احتضار، يعني جاب آخره. طب ما بالكم بالمركز التاني، إذا كان ده حالي اللي في المركز التالت والرابع والخامس والسادس، فما بالكم بالمركز الثاني او متصدر الترتيب. الجدي الترابي رجل وامرأة في المركز الثاني، والرجل اشد والانثى عنيفة جدا، حب امتلاك من الدرجة الاولى، من الفرز الاول، من العيار الاول، من المقام الاول، ما فيهاش خلاف. انت ترتبط ببرج جدي، اول حاجة حطها على قائمة الشروط اللي هتلاقيها في صفاته، او اللي لازم تتعامل بيها معاه وتتقبلها، اول حاجة حب الامتلاك. عجبك مش عجبك دي سياستي، دي دنيتي، انا ما بجبركش ان انت تدخلها، مادام دخلتها هتحمل. الطور فرق بسيط، بعد صراع كبير قوي مع برج الجدي انتزع المركز الاول، تحفظه الشديد وعنده وتسلطه وتحكمه وعدم مرونته في الحياة العاطفية عامة، وحاجات كتير عشان مش عايز اوجع دماغكم، خلت برج الثور الترابي بيتصدر الابراج وبيجلس على عرشها منفردا في حلقة النهاردة، عشان يبقى اكتر برج في الابراج، ولا سيما الرجل اشد من الانثى قوي، اشد. يمكن لو بنرتب الاناث بس ممكن ما كانتش انثى الطور خدت المركز الاول يعني، بس كانت هتبقى في ابراج القمه يعني. رجل برج الطور، برج الطور هو اكتر الابراج اللي عندها حب امتلاك، ومن الحب ما قتل. ونقول كده واحنا مستريحين، الله يكون في عون اللي مرتبط بابراج القمه، هيحتاج ان هو يتنازل شويه، هيحتاج ان هو يلين الموضوع شوية، هيحتاج ان هو يحسسه ان هو كل حياته، حتى خاف لو انت اهتميت شوية بابوك او امك او اختك لا يزعل. للأسف الابراج دي عايزة تبقى هي كل محور حياتك، او على الاقل تديها احساس شبيه بكده.
سريعا كده في النهاية بذكر، لو شايفين الحلقة دي مفيدة وممتعة زي ما قلنا يا ريت تدوسوا لايك عشان توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديسلايك وقولوا لي السبب. الفيسبوك كده الانستجرام بتسألوا ازاي تتواصلوا معايا، قنواتنا الأخرى يا ريت كمان تدعمونا بالاشتراك فيها، الروابط دي في أول تعليق ووصف الفيديو. إلى اللقاء ونلتقي بكرة إن شاء الله.